أثمرت جلسات الحوار الليبي تفاهمات هامة، اتفق على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتكون منقسمة إلى مجلس رئاسي بنائبين ورئاسة وزراء مستقلة. كل الصلاحيات ستضبط بنصوص هي بصدد الصياغة النهائية. السلطة التنفيذية ستبنى على رئيس ونائبين على مجلس رئاسي باختصاصات، وستبنى على رئيس وزراء مستقل أيضا بصلاحيات وباختصاصات معينة. المسألة المهمة جدا اللي تهمكم الآن إن ما قمنا به من عمل لا يرتبط بأشخاص، لا يرتبط بصفات، لم نناقش أي أسماء. كانت المشاورات من أجل إرساء هياكل دائمة للدولة في انتظار أن تلقى التفاهمات أكبر قدر من القبول من قبل الفرقاء الليبيين، في ظل إصرار المشاركين على توسيع قاعدة التشاور. نريد أن نأتي بتعديلات تفتح الطريق أمام الوصول إلى تشكيل هياكل ومؤسسات دولة فاعلة قادرة على قيادة المرحلة التي أمامنا، والتي نأمل وكما هو يعني كما ورد في خطة بعثة الأمم المتحدة أنها فترة قصيرة. النقاط الخلافية المتعلقة بالأمن والدفاع رحلت إلى جولات الحوار القادمة. الأمم المتحدة تسعى إلى إنجاح المشاورات ضمن فترة زمنية حددت بخمسين أسبوع، تمهيداً فيما بعد لانتخابات تشريعية ورئاسية وفقاً لخارطة الطريق الجديدة. يعود كل وفد ويستمع إلى رأي ونصائح زملائهم في كلا المجلسين، ونعود جميعاً لجولة ثانية وآمل أخيرة من الاجتماع حول النقاط التي بقيت عالقة. بعد أسبوع من الآن ستستأنف المشاورات التي من المنتظر أن تشمل أيضاً البحث في صيغة ملائمة للدستور قصد بناء أسس الدولة الليبية. انطوت جولة أولى من الحوار الليبي دون الحسم في النقاط الخلافية فيما يتعلق بتعديل اتفاق الصخيرات، وفي انتظار الجولات القادمة يسود التوافق والإيجابية جلسات الحوار على أمل بلاج فجر جديد يكون أكثر استقراراً للليبيين. فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.